مساء الخير. بكرة ما بعرف شو يلي ناطرنا، وهالسلطة شو جاي تقول وتخبرنا، إنه البلد بكل أجهزته فلت، أو إنه البلد بكل مكوناته انتهى، وكأنه الاحتمالات قدامنا صارت قليلة واللعبة صارت أكبر من كل الأحزاب، أكبر من إنه حزب يعرف يترجمها، وأكبر من إنه سياسي يعرف يلملم خيوطها ويزبط حساباتها. اللعبة أكبر من مجموعة جماهير من دسة وشوية جماعات دم فاير لأنه زعيم انسب، أو رئيس حكومة بده يتسمى، أو بعت لي شارع ببعت لك شارع مقابيله. واقع الأجهزة الأمنية بمعلوماتها، بمعطياتها، بتصرفاتها، بسلوكها الهمجي المتقصد أو المتفلت مع المتظاهرين ما بعرف، بس شكل الأجهزة باليومين اللي مرقوا مش ولا بد، وكأنه في حلقة ضايعة ما عم نلاقيها، أو إنه الملأ فلت وبطل حدا يرد على حدا، أو شي مسؤول يعترف إنه بطل قادر يضبط الشارع بلبنان. الصورة ساقطة ذاتها ببعض القضاء، تفلت نفسه بالبنوكة، تلبك ذاته بالمؤسسات، والضياع هو هو بالشوارع، بس النتيجة وحدة، الناس ببيوتها عم بتئن وجع، جوع وفقر، والخوف من السيناريو الأبشع صار محتمل أكتر. ما بقى فينا نطلع على الهوى نمثل على الناس، ما بقى فينا نطلع على الهوى نكذب على الناس ونكذب على حالنا. نستعمل الشاشة يلي عم نطل فيها على بيوتكن لحتى نبيعكن حكي، لحتى نبيعكن شعر وأمل مش موجود، وكذاب يلي قادر يتوقع لوين رايحين، وإذا الجوع الكبير بده يطال الناس هالشهر، شهر الجاي أو بعد شهرين ثلاثة. قديش فينا نهدي وشو الخطة يلي لازم نمشي عليها؟ لأنه الخوف بطل على لبنان، الخوف بطل على الأرض، الخوف صار على الإنسان. القسم الكبير منا بطل بده يموت كرمال قضايا، صار بده يعيش وبس، صار حاسس إنه الشهداء يلي بيسقطوا بلبنان بيروحوا بلا ما تنتصر قضية. اللي بينتصر عنا هو النسيان والتأقلم، وعم خاف إنه صرنا متأقلمين بهيدا الوضع مثل ما هو اليوم. بعدنا عم نروح على أشغالنا، بعدنا عم نأمل الأكل والشرب، وبعد الناس عم بتساعد بعضها، بس لأيمتين؟ يمكن الوقت صار عم يخلص بسرعة. بركي السيناريو هو إنه يبقى البلد هيك لوقت طويل، الناس مشغولة بمين عم ينضرب، بمين عم ينسب، مين عم بيفوت على اللعبة، ومين عم يظهر، مين عم يعمل مبادرة، ومين عم بيصرح. شوارع ضد بعضها، ناس ضد بعضها، وحالات انتحار بالمفرق. وبعدين كل شي حوالينا بيأكد إنه القصة يا لبناني طويل كتير، والضو يلي شايفينه بآخر التونيل إن شاء الله ما يطلع ترى مسرع جاي بكل قوته لحتى يدعسنا. كل التأملات يلي عنا إياها اليوم أحليها مر، لأنه الصراع مش لبناني، صراع عالمي، وصراع كتير كبير أكبر من قدرة استيعاب الناس، والحكي غير هيك هو كذبة كبيرة. الليلة دولة الرئيس إلي الفرزي رح بيكون معنا لحتى نجرب نفهم شو اللي عم بيصير ببلدنا لبنان، لأنه كل اللي عم بيصير كتير محيرنا، وصرت خايف إنه جوات الناس الحلم يموت.